زيت الأرغان البيولوجي من أرجيا هو زيت بكر بيولوجي مستخرج من ثمرة شجرة الأرغان أرغانيا سبينوزا التي تنمو في جنوب المغرب حيث يحافظ على ثراء مكوناته الغنية والفعالة. يتكون زيت الأرغان خاصة من الأحماض الدهنية أوميغا 9 و 6 وهو غني جدا بالفيتامين أ ومضادات الأكسدة ويستعمل للبشرة والشعر والأظافر إذ يساعد على تأخر ظهور التجاعيد على الوجه وحول العينين ويعمل على ترطيب وتنعيم البشرة وتوحيد لونها ويزيد من إشراقة الوجه كما يحمي الجسم من جفاف البشرة والسيلوليت وعلامات تمدد الجلد. أما بالنسبة للشعر فيمنحه نعومة فائقة ولمعان ويعالج التلف والتساقط والتقصف ويغذي بصيلات الشعر ويستخدم كذلك لتقوية الأظافر وتغذيتها وعلاج الفطريات حولها. يمكن استعماله بعد الاستحمام على الجسم ويدلك بلطف يستخدم في الليل وذلك بعد تنظيف الوجه ويوضع على البشرة والعنق كما يستخدم كقناع قبل الاستحمام لعلاج الشعر الجاف والتالف ويوضع أيضا على شعر نظيف لتصفيفه بالرغم من أن زيت الأرغان يخترق الجلد جيدا يجب ألا نتعرض لأشعة الشمس بعد استعماله.